يلا يا توتا، نفتح اللعبة الجديدة دي. هي دي انتي وصاحبتك، دي اسمها ايه؟ دي تالا صح؟ دي توتا انتي، ودي صاحبتك اسمها ايه بقى؟ الكنيش دي اسمها ايه؟ دي شعرها كيرليس. خلاص، اللي شعرها كيرلي دي هي توتا. اوكي، انتي توتا حمرا. اوكي، ودي صاحبتك اسمها ايه؟ اسمها لولي. لولي اسمها جميل. بس هتعزميها على الغدا الاول؟ اوكي، خليها تقعد على السفرة. خليها تقعد في كرسي الدور في ده. اوكي، هتقعد هي الاول، تخليها تستريح في الكرسي، وبعدين حطي لها مية. حطي لها مية وبعدين ايه؟ اعملي لها بقى الغدا. اوكي؟ اوكي، خلي توتي اسمها ايه؟ انت توتي دي؟ لا، توتا. هنعمل بقى الغدا زي ما قلنا لصاحبتك. صاحبتك اسمها ايه؟ لولي؟ لا لا، انت قلتي لولي. لا، امال اسمها ايه؟ لولي ملك. ملك. ملك كلوكة. بس نشوف هنا بيعملوا اكل ايه ونعمل زي دي. اما هنا كانوا عاملين، هنا لازم تغسل الخضار الاول. بصي، هنا بيغسلوا الخضار صح؟ في الحنفية دي في المطبخ. ايوه، سيلة دي. اوكي، لا دي جزر. اوكي، اغسلي الجزر هنا. نفتح المية. برافو برافو يا توت، خلاص غسلنا دي. خلاص حطيها بقى في الطبق هنا. قطعها قطعها اول. اخلي صاحبتك لولي تقعد على السفره الاول كده عشان هي جعانه قوي. سكينه. سكينه. تعمل ايه في صاحبتك؟ تعمل ايه؟ جزر؟ اوكي، قطع الجزر. اوكي، هي دي مريحة ولا ميتة؟ هي دي مريحة بس شوية يا بابي صح؟ اوكي، انا حسيت ان هي بس يا بابا. ايوه كده، ايوه كده. بس عايزة تقعد هنا؟ انت قاعدة جنب الكرسي على الأرض؟ انت جايبهم تهينيهم عندك ولا ايه؟ ايوه يا ناس. ايوه يا انسه. اوكي، كده ان انت في سنه كام يا تالا؟ انت في كي جي 1؟ لا، انا عندي 4. برافو. يلا اعملي لنا بقى، تعملي تطبخي لنا جزر. برافو، مامي طبخ لنا بطاطا وانت تطبخي لنا جزر. يلا يا توتا، تعزمي صاحبتك على جزر. اوكي، حط لها جزر. جزر بس؟ جزر بس، ما انت طبخ لنا بطاطا النهارده. خدي كلي. بابا خدي كلي. لا اتفضلي. هي مش كلب يا بابا، هي بتاكل بايديها. هي حاطه بقها في، بصي البني ادمين اللي هو العاديين اللي زينا بياكلوا بايديهم دي. انت ماسكاه من راسها وبتاكلها ببقها بوشها كله. ما ينفعش. اوكي، لازم هي تاكل بايديها دي، تمد ايديها اليمين بسم الله الرحمن الرحيم وتاكل ايه؟ الجزر. وبعدين تقطع القطع بيكي وما تجيش هنا تاني. ايوه برافو يا تالا، برافو. يلا كفايه عليها بقى، كفايه. تيجي نعمل لها كوبايه شاي؟ ميه بس. ميه بس. يعني جاي تغدى جزر وميه؟ لازم تالا، مش لازم قبل ما تاكل تسمي الله؟ انت هتقولي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، قبل ما تاكل لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الشاي بقى مش مشكلة. اهو 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 يا اوس، اهو يا توتا. هاتي يا ماما. هي غسلتها عشان وقعت على الارض، خدت بالك؟ كوبايه وقعت على الارض. برافو 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 يا تالا. هو ده بيحكي عن ايه يا توتا؟ ده ايه؟ دي حط في جزر. جزر؟ ميني درينك. ده مشروب، ده بيبسي. لا احنا مقاطعة، ده سينا كولا. اوكي؟ لا ما. لا بص، ده سينا كولا او سبيروس باي. اسمه ايه؟ سبيروس بيتس. حطيت لها كوكا سبيروس بيتس. يا تحب نعمل لها ايه بقى؟ بيتزا؟ بيتزا ندخلها؟ لا، عشان نحطها في الفرن. لا، بصي بعد ما بتاكلوها جزر بتاكلوها جزر وشاي. لو عايز بص اوكي. ايوه برافو. بص الفرن الصغير على البيتزا. طيب هقول لك على حاجه، احنا ممكن نحطها هنا بره الفرن وهي تسخن بره. اوكي، لا طاقه شمسيه. هتطبخ لها جزر في الفرن برضه؟ يعني جزر مقلي وجزر مقلي. اوكي، ورينا تشوف المطبخ. ورينا وانتوا بتطبخوا. برافو. وبعدين حطها
افتح انا؟ برافو برافو يا تالا. يلا حط لينا الجزر الطبق الجميل ده. انا حط لها يا عم. اتفضلي يا لولي. اسمها لولي؟ اتفضلي يا لولي. هي لولي مبرقه كده ليه؟ هلا دي لها ميه. هي مستنيه بقى اي حاجه تنزل، لحمه فراخ، هو كله جزر جزر يا تالا. ابي ذا هو ايه ده؟ ده ايه؟ مين اللي جاب لك دي في عيد ميلادك؟ ايه ولد. برافو لوكا حبيبتك؟ اه لوكا. جابت ده اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ ايه؟ ميكب ارتست. بص ميكب ارتست؟ بص ده هادي جدا هات ايه؟ واو. بتعمل سواتش. بتعمل ايه؟ سواتش. سويتش؟ بتعمل ايه ساندوتش؟ سواتش. سواتش؟ بتعمل ايه سواتش؟ بتجرب البيك. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا وز؟ صحي يلا تبص على ما في ده. خلاص. دي ايه يا تالا؟ دي ايه؟ دي تلج عشان ال السبيروس بايتس عشان سيناكولا. لا دي سيناكولا تحط. اوكي عارفه انا لو من صاحباتك دي والله اقطع علاقتي بيك يا تالا، يعني جزر وسيناكولا كده كتير وبيمسحوا شعرها بتاكليها بوشها كله، يعني انت لو خطفاها مش هتعملي فيها كده. هما دلوقتي خلاص اتغدوا؟ هو انت تالا هو انت حاطه لهم دي فناجين شوربه يحلوا بيها ولا دي؟ انا عارف دي مش والله يا تالا عارفه. هما دلوقتي بيتفقوا ان هما مش هيجوا لك تاني، فانت ودعيهم بقى وحاولي ايه تحسني علاقتك بيهم عشان يجوا هنا تاني. اوكي؟ اوكي. يعني بصي انا والله انا دي مش مرتاح لها، انا مش يعني انا كده مش عارف صحي ولا ما مش عايزه لا يا حبيبتي. لا يا حبيبتي. لا يا حبيبتي قلت لها مش عايزه حاجه. هجيبك تاني. هتجيلك تاني؟ انا مش هجيلك تاني يا بابا. ما اخدتش بالي دلوقتي. هلا بابا قاعده يا بابا هي مش عايزه تقعد، عايزه تمشي خلاص، جابت اخرها. هي جعانه اصلا. يلا اشربي يلا طبق الشوربه بتاعك. سيبيني يا امي. قولي لولي. لولي. يا لولي يلا اشربي الشوربه. ولا كلي. يلا قولي لهم بقى باي باي عشان احنا دلوقتي هندخل ننام احنا كمان. بيبسي في هاتي. هات ده مش بيبسي بقى، احنا مقاطعه. ده اسمه ايه؟ ده سينا كولا. بيبسي بيبسي. لا سينا كولا، ده سينا كولا. قول لهم محتاجين حاجه تانية. مش ايه بتغسل حاجه ليه؟ مش بقول لك اوكي برافو. تديها الدواء. هو دواء. دواء. يلا شاطرة يا دي. برافو. خفي. لا عشان تخفي. دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ لولي. لولي؟ ودي اسمها ايه؟ تالا. توتا؟ اسمها ملك. امال في الملك فيهم؟ بس اسمه يا بابا. اوكي انا صبر. تديها العلاج خليها تركز. اوكي. هي بتدي لها حاجة يعني لل غسل المعدة بعد اللي عملته فيها. ده انتنان؟ بتدي لها انتنان؟ شاطرة. برافو برافو. يلا اشربي بقى. بقى بيقولوا لك يا توتا تصبحي على خير عشان احنا لازم نروح دلوقتي. اوكي؟ عشان هم عندهم كي جي الصبح، عندهم حضانة زي توتا. لا يباتوا معاكي؟ اوكي. يلا قولي باي باي. باي باي.